أكثر الأخطاء اللي بيقعوا فيها أكثرية الناس إنه بيستثمروا حياتهم بالتوقيت الغلط. فكتير من الناس بيستثمروا حياتهم بالماضي والألم تبعه، والآخرين بالمستقبل والخوف منه، ونسينا الحاضر. والخطأ الكبير بحق نفسنا وروحنا لما نستثمر أنفسنا بالأشخاص الغلط. هودي بيدمرونا وبيحولونا لأشلاء، والأهم إنه هذا القرار الخاطئ منا لازم يتوقف. خسارة هودي الأشخاص هو الربح بحد ذاته. فالحقيقة إنه ما يصلح للتدمير لا يصلح للبناء، واللي بيجرحك بشكل متكرر ما ممكن يداويك، والمكان اللي مرضت فيه ما ممكن العلاج تبعك يكون بنفس المكان. فالسعادة ما رح تلاقيها بالمكان اللي مليء بالحزن. فخذ قرار واصنع من ذاتك نفس وروح تحب أرحم الراحمين، وتبا لبعض البشر. وتحية للي عنده الأرواح طاهرة مثلكم.